السلام عليكم. معاكم اخوكم السيد علي من اسماعيليه مصر. ان شاء الله النهارده هنشرح الكمام، واسال الله العظيم رب العرش العظيم انها تكون سهله. اول حاجه هنشرح الكمام بالبترون. البترون الاساسي هو ليها طريقتين، يا اما بعمل البترون كله حته واحده لكن بعد انصف وشغلانه، يا اما بقسم البترون اتنين كده عشان اختصر ونعمل باترون. فهنقول مثلا ان عرض الباترون 39 سنتي، عرض دوران الدراع 39 سنتي، وطول الكم 60 سنتي. يبقى احنا اول حاجه هنعمل باترون بطريقه الباترون الاساسي عشان اللي يحب يعملها، لكن انا مش هشتغل بيها، هشتغل بطريقه ثانيه وهشرحها لكم بعد كده. ال 39 دول قسمناهم على الثلاثه هيطلعوا 13، هنزود عليهم 1 سنتي هيبقى 14، يبقى احنا عايزين الثلث زائد 1. ماشي؟ يبقى احنا هنعمل الكم 39 نصه كام؟ 19 ونص، وننزل 14 سنتي اللي هما التلت زائد 1، ونيجي ننصفهم ونحط علامة. نيجي هنا عند ال 14 سنتي ونعمل خط مستقيم ونشوف المسافة اللي احنا نصفناها دي طلعت كام. هنطلع 10، طلعت 10 سنتي اللي حاجات بسيطة، وهنطلع برضو 10 سنتي اللي حاجات بسيطة، 30 مللي مثلا، ونروح عاملين خط قايم. يبقى احنا عملنا ايه؟ ضلع 2 3 قد بعض، ونزلنا التلت زائد 1. وبعد كده خدنا الكتف، خدنا من عند اول راس الكم خط، ورجعنا خط التاني ماجي. طبعا هنقول طول الكم 60 سنتي، هنعلم الكم 60 سنتي راس الكم مثلا هنعتبرها 15 سنتي، هنروح جايين عاملين راس الكم عادي جدا، عاملينها بالريج عادي. الخطين دول هنطلع فوق 1 سنتي، فوق ده 1 سنتي، وناخدها زي لفه كده، وده نيجي في النص هنا ننزل برده 1 سنتي وناخدها لفه، طبعا انا عارف ان في ناس بتقول لي ايه ده غلط، انا مستنيه الغلطه دي، بس احنا هنفرد الكم عشان بس ايه موضوع الغلطه اللي بيستنوها دي، وهنيجي ناخد من اول هنا لهنا خط مستقيم على طول، نلحقهم بس قبل ما ايه يقعد يقول لك ايه ده غلط. وعملناه بالخط الاحمر اهو، هنصف الخط ده 2، نطلع فوق منه 1 سنتي لحد العلامه اللي هي بتاعت النص، وننزل 1 سنتي لحد الاخر. نروح ماشيين على الخط الاحمر اللي احنا عملناه. طبعا بتوع الباترون بيعملوا خط في النص وبيكملوا الخط دوت وينصفوا خط هنا ويطولوها شويه. طبعا الطريقه دي ابسط، فانا لحقت وكملت عشان خاطر ايه ما يقعدش يقولوا ازاي. فطلع الظهر ازيد من الصدر اهو عشان خاطر الناس بتوع الباترون ما ايه طيبين يبقوا شايفين. يبقى ده الباترون طلع بتاع الكم طلع زي ما الباترون قال. طيب عايزين نشرح حاجه من غير ما نكلف ورق، عشان الورقه دي قلناها قبل كده ب 10 صاغ حرام يعني. بالنسبه للباترونست اللي عايز يكبر الباترون بيكبر نص سنتي من كل ناحيه، من فوق نص سنتي، ومن الجناب من عند الجيرو نص سنتي، ومن هنا نص سنتي، ومن تحت نص سنتي، يبقى بيكبر مقاس نص سنتي من كل ناحيه. فهيطلع الكم لو قست لو ثبتت الناحيه واحده هلاقي الناحيه الثانيه بقت زايده سنتي ومن تحت زايد سنتي، لكن لما اجي اكبر بكبر نص سنتي من كل ناحيه. طبعا الباترون دوت على ورق خفيف ومحتاج ورق تاني عشان ارسم. يبقى احنا كده شرحنا الباترون بالطريقه الاساسي زي ما احنا قلنا.
وده زائد الظهر وده الكم، وده يبقى الكم العبايه بيشتغل في العبايه وفي البلوزه وفي كذا حاجه حريمي الا الكم الجاكيت، واحنا كنا شرحنا الكم الجاكيت قبل كده. طيب عايزين كم تاني بقى نعمله، الكم ده اللي هيحصل فيه جدال لان الكم دوت مش هو ده اللي احنا طبعا ما بنشتغلش بالكم الاساسي، ومعظم الورش ما بتشتغلش بالكم الاساسي، وهشرح لكم الفرق ايه وايه الاخطاء اللي ممكن تقابلك في الكم الاساسي. مش تلاقي واحد مثلا بيتعلم بيعمل بالبطرون وبتقابله اخر مشاكل، احنا ان شاء الله نشرح المشاكل دي في الكم، ولعل وعسى الله يتقبل وتستفيدوا من خلاله. اول مشكلة عندنا اللي هو التلت زائد واحد، يعني لو قلنا الكم 39 تلته 13 زائد واحد عامل 14 سنتي. طب افرض واحدة كمها 50 سنتي هيبقى عامل كام؟ هيبقى حوالي 16 سنتي ونص زائد واحد هيبقى 17 ونص. واحدة دراعها مليان لفيت المزور عملت 50، عملت 48 مثلا، يعني الكم هيعمل لي كام؟ هيعمل لي 16 و16 و16 و1 سنتي يبقى 17 سنتي. يبقى احنا لو قلنا الكم 48 وزودنا التلت زائد واحد هيزود 17 سنتي، فانا هنزل في كم مليان 17 سنتي، فالترومبه بتاعت الكم دي تبقى كبيره قوي. ده لو انا هشتغل بالبطرون اساسا، فتلاقي معظم الزباين اللي هم الطخان لو انت عملت لهم بالطريقه دي تلاقي الدراع بيشدد، تحس ان بتقول لك الكم فيه حاجه مخنوق خانقني، فالترومبه دي كبيره قوي يعني، او حرد الدوران الكم دي كبيره قوي. فاذا التلت زائد واحد ده اول الاخطاء. عايز بقى تقتنع بكلامي واقتنع، عايز تعمل بالطريقه اللي تعجبك اعمل بيها. يبقى احنا اول حاجه نعملها ايه؟ ان احنا ما نزيدش عن 14 سم في الكم العادي، يعني كم العبايه ما نزيدش عنه اكتر من 14 سم. ده تلت بقى يعني من 13 ل 14 سم بكتيرك. طب ليه؟ عشان يبقى الكم مريح معاك، تحس انها رايحه وجايه، هي اصلا تخينه، وهتيجي تقفلها هتقفل عليها بالدراع. طبعا ماشي، عايز تحسب تلت زائد واحد احسب، يبقى التلت زائد واحد دي انت حر فيها، وعايز تعملها تعملها، مش عايز تعملها ما تعملهاش، والافضل بالنسبه لي انا ما تعملهاش. يعني لو واحد جالك دراع 50 اروح انا اعمل لها 18 سم ترومبه؟ ايه؟ انا عندي اصلا مسطره هنا بتعمل الدوران على طول اهي، يعني مثلا اهو اروح انا اعمل لها دي كل دي كده، اروح اعمل لها الترومبه دي كلها الواحده بتاعها 50 25 نص، اكيد غلط يعني، مش اكيد غلط، هو في التعليم صح، ولو عايز تعمل بطرون صح، لكن في التلبيس تبقى زي الزفت، ان شاء الله غلط، تبقى وحشه جدا، تقعد مشددة وتتعبك وتقعد تقرف حاجات كتير. طيب لو واحد عمل الكم وعمل فيه الحركه المشدده دي يعمل ايه؟ يكون عامل حسابه في الطول زياده، يعني مثلا لو الطول 60 يخلي الطول مثلا 65 سم. لو الكم شدد عليها تعمل ايه؟ نروح مقللين الدوران ده بس من فوق، ونحاول نملى دي كده، يبقى احنا نزلنا كام؟ 3 سم، نروح مكملين ونازلين بال 5 سم، نروح مليان لها الحته اللي فوق دي، فتلاقيها الدراع راح ويجي معاها. فأول حاجة أنا أشعر إنها غلط اللي هو الإيه؟ التلت زائد واحد. طيب خلاص؟ نلغي ده بقى ونبدأ نعمل كم من جديد؟ واللي عايز يعمل بطرون يعمله الاساسي براحته، انا بس بقول الفرق ايه وفي التلبيس بيبقى ايه. خلي بالك ده في الحاجات الاجنبي، الحاجات اللي تواجهها من بره بلوزات وحاجات زي كده، لكن واحد عبايه تعمل لها تلت زائد واحد ترمي العبايه في وشك. طيب الحاجه الثانيه، شايفين انتوا الحته الزياده بتاعت الظهر دي؟ لو فكيتوا معظم الهدوم اللي نازله في الورش والمصانع مش هتلاقوا فيه زياده في الظهر. طب وده صح ولا غلط؟ في الحقيقه هو غلط، يعني انا لو عملت الكم كله حته واحده كده عملت قدام زي ورا يبقى انا شلت الزياده بتاعت الظهر. طب ده صح ولا غلط؟ غلط
وصح. طب ازاي بقى غلط وازاي صح؟ صلوا على النبي بقى. طبعا احنا قلنا بتاعه الباترون هيقول لك مفيش حاجه اسمها صح ابدا، بس احنا برضو هنقول نسال الله العظيم رب العرش العظيم انه يتقبل. يعني احنا هنمسك الباترون كده، واحنا اول حاجه بنعملها في الباترون ان بنعمل الظهر للصدر على طول، فبنشتغل احنا بنشتغل ما نزلناش بالترومبه جامد علشان خاطر الموضوع قلنا ما تشددش، فنزلنا بس في حدود 14 سنتي. طيب بالنسبه للكم ده بقى نعمل ايه؟ ليه ايه؟ ليه؟ لو عملنا قدام زي ورا يبقى صح. صلوا على النبي. العبايه ده الكتف بتاعها. ده دوران الرقبه. وده الكتف بتاع الظهر. ودي نقطه الصدر. وادي التكسيمه بتاعتها. هل الكتف عرض الكتف من العظمه للعظمه هو هو عرض الظهر؟ لا. عرض الظهر ده بيكون اقل. كلام جميل. اي حد بيعمل باترون عارف ان عرض الظهر ده اقل بحوالي 1.5 سم. يعني المفروض لما احنا قلنا قبل كده اللي بيعمل باترون بيروح نازل بيها على طول كده ويروح راسم الدوران. صح؟ جميل. طب هو المفروض ازاي؟ المفروض في الباترون بدخل سنتي ونص، بدخل حوالي سنتي. ده في الظهر. ايوه الظهر بيدخل فيه سنتي، واللي عنده بيعمل الباترون الاساسي هيعرف ان الظهر بيدخل فيه سنتي. احنا بنستسهل وبنروح عاملينها على طول خط مستقيم، وفي العبايات وفي البلوزات وكل حاجه جاهزه بنروحوا مستسهلينها وعاملينها خط بسيط. اذا لما انا انزل خط مستقيم كده او انا زودت هنا 1.5 سنتي اللي هو الفرق بين الكتف والظهر، انا كده كده زودته لان خدت الظهر بعرض الكتف فزودت هنا في حته فبتبقى ورا الحته الزياده دي. طيب لما انا زودتها ايه اللي هيحصل؟ هتبقى عندي زياده. طب لو زودت في الكم هتبقى عندي زياده كمان، يبقى عندي اتنين زياده دلوقتي، زياده في الظهر وزياده في الكم، فتلاقي في كلكعه ورا خالص. فهم بيعملوا ايه دلوقتي؟ او اي طرز بيشتغل او بيختصر بيعمل ايه؟ بياخد مقاس الكتف زي ما هو ويروح نازل بيه، ادينا علمتها لكم بلون الاسود اهو، وبيصفي الزياده اللي في الظهر، فالزياده اللي حطها هنا شالها من هنا واشتغل بيها الكم عادي. بتاع الباترون ما بيعملوش كده بقى، في الباترون بيشتغلوا الحاجه بحذافيرها، بيروحوا منزلين بياخدوا مقاس الظهر. خلي بالك اللي ياخد مقاس الكتف ده ما بيحتاجش ان هو ياخد مقاس الظهر، بتاع الباترون بيزود على نفسه مقاس الظهر ويروح مجونها ويروح مزود زياده للظهر فين؟ في الكم، ويروح مركبه. الترزي عمل ايه؟ زود شال من هنا حط هنا بس. يبقى انت عرفت الفرق ليه؟ لما عشان مره جالي برضه واحد يسالني يقول لي هو انت ليه ما سبتش الزياده بتاعت الظهر؟ ما هو كان بص على على الحركه بتاعت خط الكتف كان هيعرف انا عملتها ازاي. يبقى انا لو عايز اعمل كم على خلاص كده، يبقى دلوقتي احنا عايزين نعمل الكم على السريع. سيبكم بقى من الباترونات والكلام ده كله، او على راسي الباترون، على راسي الباترون هناخد الطول 60 سنتي. شوفوا بقى الباترون ده يخلص في قد ايه. وهناخد السقطة حوالي 14 سنتي، قلنا مش هناخد التلت زائد واحد عشان ما يشططش، خلي بالكم من الحتة دي. ونقول الواسع مثلا 20، وراح واخد خط مستقيم وراح قسمه 2 سنتي فوق وسنتي تحت، ماشي. وتقسيم الكم ماشي، ونروح قصين الكم كده. الكم طلع معايا في ثواني بدل ما اقعد اخترع له. هرجع تاني معلش دقيقة واحدة، دقيقة واحدة اقص الكم بقى بالطريقة السريعة. وخلي بالكم قبل ما اقص الكم بالطريقة السريعة احنا شرحنا بطريقتين، شرحنا الطريقة اللي في الكتب والطريقة اللي ايه؟ العادية. يبقى الكم هيتقص ازاي بسرعة؟ انا بستهلك لكم ورق كتير وانتم ما بتعملوش مشاركة يعني. يلا عارف الكم اهو على السريع كده، خدنا علامة الكم، خدنا طول الكم 60 سنتي،
وسع 19 سنتي، نزلت 14، خدت خط مستقيم جيت في النص ورحت طالع سنتي، رحت نازل سنتي وطالع سنتي، ورحت راسم الجيرو بتاعي، ورحت قاصص القمر. خلي بالكو الطريقة دي بالنسبة للطيارة كده، الكم طلع في ثواني، لا حسابات ولا ابتعاد ولا اي حاجة. وبرده بالطريقة الصحيحة، يعني احنا عملناه كده بالطريقة الصحيحة، نقدر نقارن بيها بينها وبين البطرون العادي، وعرفنا ايه الفرق في دي والفرق بين التانية. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم انكم تكونوا ايه استفادكم. اما بقى في حتة كده نشرحها بالمرة عشان الناس الطيبة، لو احنا قلنا ان الفرد بتاع الكم ده، ده نص الكم من تحت وده نص من فوق. طب في الناس اللي بتيجي تعمل كم بدلة ويلف منها، بدل ما يبقى طالع لقدام تلاقيه جاي في الجنب او راجع لورا، عارف لو الكم البلوزة راجع لورا او جاي كده يبقى خطأ. فالكم بيركب كده بالطريقة دي كده، لو انت شربته غلط الكم يرجع لورا، ولو شربته لقدام الكم يطلع قدام قوي. انا عايزه يلف لقدام سنه صغيره، فتبقى انت معلم التشريبات بتاعتك وتشرب على اساس ان الخطا دي تبقى جايه ورا الكتف وده طالع قدام من الصدر سنتي. طبعا مش عارف الطريقه دي صعب اشرحها ولا لا، بس ان شاء الله نحاول نشرحها مره تانية. يعني لفه الكم جاي ورا او جاي قدام على حسب التركيب، ماشي، على حسب اللي ركبه مش اللي قصه. ده بالنسبه للصنايعي يكون فاهم هو بيقفل ازاي على المكنه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم انكم استفدتوا. السلام عليكم.